أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الخليج أونلاين: بتحالف الصدر والعامري سليماني ينجح في جمع فرقاء الشيعة. ونطالع في العرب اللندني: المشككون بالانتخابات العراقية يستجيرون من المفوضية بالقضاء المسيس. نقرأ في المدى: فقرات ملغومة أضيفت إلى تعديل قانون الانتخابات قبل إرساله إلى القضاء. ونتصفح في الشرق الأوسط: العبادي يعلن معارضته لإعادة الانتخابات البرلمانية العراقية. جاء في الحياة تحت عنوان: توتر بين قوات النظام وحزب الله في البوكمال ومقتل 10 مدنيين بغارة للتحالف على الحسكة. نقرأ في العربي الجديد: روحاني يطالب ماكرون بتحرك لإنقاذ الاتفاق النووي. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في القدس العربي: قمة سنغافورة تخرج باتفاق تاريخي لنزع السلاح النووي ووقف المناورات العسكرية. أهلا بكم. مع إعلان التحالف بين ائتلاف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر وائتلاف الفتح برئاسة زعيم ميليشيا بدر هادي العامري لتشكيل الكتلة الكبرى، كشفت صحيفة الحياة اللندنية عن سعي قوى سنية وكردية لعقد تحالفات جديدة تحسبا لنجاح مهمة زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قدم اقتراحات للقوى الشيعية الخمس لضمان اختيار رئيس الحكومة الجديد منها. الصحيفة ترى أنه على الرغم من مواصلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جهوده لإعلان الكتلة الأكبر التي يريد لها أن تكون عابرة للطوائف، إلا أن ضغوطا كبيرة تواجهه لإنجاح هذه الكتلة وسط تهديد جدي بإبعاده إلى المعارضة. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن قوى سنية وكردية تلقت إشارات إلى رفض إيران تشكيل الكتلة الأكبر بتحالف عابر للطائفية وتمسكها بأن الطريقة التي تتشكل فيها الحكومة ستبدأ من اتفاق القوى الشيعية الخمس: النصر والفتح والقانون والحكمة وسائرون، التي سترشح خمسة مرشحين واحدا عن كل منها. وأكدت المصادر أن محادثات يجريها زعيم فيلق القدس الإيراني مع القوى الشيعية الخمس توصلت إلى ترشيح كل كتلة ثلاثة مرشحين عنها، ليكون عدد المرشحين لرئاسة الحكومة 15. يتم اختصار هذا العدد بالمشاورات الداخلية إلى خمسة أسماء، ما لم تنجح القوى الشيعية بالاتفاق على اسم واحد قبل الذهاب إلى السنة والكرد ليتم اختيار واحد من بين الأسماء المرشحة. وتختم الصحيفة تقريرها بالقول إن المصادر أشارت إلى أن قاسم سليماني اقترح حكومة وحدة وطنية شاملة يشارك السنة والكرد في اختيار رئيس الوزراء الشيعي من بين الأسماء التي رشحتها كتلة القوائم الشيعية الخمس، مضيفة أن الكتلة الأكبر ستكون من اتفاق الكتل الثلاث الكبرى هي الشيعية والكردية والسنية على مرشح واحد. قبل الانتخابات حذر جميع زعماء القوائم المتنافسة من إمكانية حدوث تزوير. المفوضية اتخذت سلسلة إجراءات واحتياطات مكلفة ماليا وعمليا للحد من محاولات تزوير أصوات الناخبين. ساط عراجي يرى في صحيفة المدى أنه في كل انتخابات نعود إلى الصفقات والترضيات في تشكيل الحكومات، ومع مرور الوقت نتناسى نتائج الانتخابات، وهكذا تفقد الأصوات الانتخابية قيمتها وتتعرض لمذبحة سياسية لا يحاول أحد إيقافها كما لا يستنكرها أحد أيضا. ولكل هذا فإن الانتخابات ليست حاسمة
وأهميتها أقل بكثير مما يتحدث عنه مشعل الحرائق السياسية، ولذلك لا مبرر لدعوات التحريض والتهييج والتهديد بالويل والثبور. بعد كل انتخابات يتم استجواب مجالس المفوضين في البرلمان، ويتبين أن العملية الانتخابية مختلة ومهلهلة بشكل فاضح لا يقل عما حدث هذه المرة، ويتبين دائما أن التعامل مع أصوات الناخبين لا يختلف عن إحراقها، لذلك لا مبرر لدعوات التحريض والتهييج والتهديد بإحراق البلاد ردا على احتراق صناديق الاقتراع. حرائق كثيرة اشتعلت لا تقل أهميتها وخطورتها عن حريق صناديق الانتخابات. أحد الحرائق التهم أجساد أطفال الرضع في مستشفى اليرموك، وحرائق التهمت عقودا كبيرة، وحريق يومي متواصل للغاز المنبعث من حقول النفط، ومثله انفجارات أكداس الأسلحة في الأحياء السكنية التي هدمت منازل وأهدرت أرواح وشردت عوائل، وهي كلها لم تدفع لأي قرار حاسم. فلماذا يدفع حريق الأصوات لكل هذا التهديد؟ لن تخرج الجماهير لتتقاتل دفاعاً عن أصوات أي قائمة، لكن الأحزاب قد تحرك أجنحتها المسلحة لإحراق البلاد. امتلاك أي جهة سياسية لفصيل مسلح وحده تبرير كاف لحرمانها من المشاركة في الانتخابات، ويمكن إلغاء الأصوات التي حصلت عليها نظراً لخرقها أحد شروط المشاركة في الانتخابات، أم أن تشكيل الأجنحة المسلحة أقل خطراً من حريق الصناديق؟ الكاتب يرى أنه يمكن بسهولة عبور أزمة احتراق صناديق الانتخابات في الرصافة، وذلك باستثنائها من العد والفرز اليدوي والإبقاء على نتائج الإلكترونية بعدما أصبح جميع الصناديق بحكم التالفة حتى لو لم تحترق، باستثناء طبعا استثناء الرصافة من العد اليدوي، هو أرخص طريق لإطفاء الحرائق المحتملة. ليس جوهر القضية أن مستودعاً كبيراً يضم أجهزة وصناديق الاقتراع قد تم إحراقه بفعل فاعل، أن الفاعل لديه أسباب كافية لخوض مثل هذه المجازفة، كان يكون متورطاً في التزوير مثلاً أو راغباً بالمزيد من خلط الأوراق، بل إن جوهرها أن القوى الإقليمية ما زالت ترى أن بإمكانها استخدام ورقة التهديد بإحراق ما تبقى من العراق. مشرق عباس يقول في صحيفة الحياة اللندنية إن القوى السياسية العراقية ما زالت عاجزة ومتقزمة أمام الخارج، وأنها لا تقوى بل لا تريد تحمل مسؤولية إنتاج قرار عراقي خالص يحمي البلاد من التلاعب والمغامرات والحرائق الجديدة. لنضع الأمور في نصابها، فإن طريقة تشكيل الحكومة التي ستنتج من انتخابات عام 2018 هي مبرر حريق الرصافة للتزوير، وأن رسالة الحريق قد تكون أقل الرسائل دموية، لكنها تضع في السياق مسار الصراع الإقليمي خلال الأعوام المقبلة وتهدد بحرائق أكبر. لم يقل أحد أن التمسك بحكومة مستقلة تقودها الكفاءات تنتج قراراً عراقياً وتدير لعبة التوازنات الإقليمية والدولية بحرفية ووعي للمصالح الوطنية، لا يكون بلا تضحيات وبلا تحديات. ولم يفترض أحد أن المضي إلى تجاوز المحاصصة الحزبية وقسمة أمراء الطوائف ستكون مهمة بلا عوائق وتهديدات، لكن داعش كان حريقاً بفاعل إقليمي ودولي أيضاً، ومع هذا خرج العراقيون من حفرتهم يطالبون بالمدنية والحريات والقرار الوطني والانفتاح على الخارج، متجاوزين بذلك أكثر كوابيسهم رعباً. الحكومة التي ستنتج مستسلمة للتهديد بإحراق العراق من جديد لن تكون سوى رقم تكميلي لما سبقها، ضعيفة ومهزوزة ومرتبكة أمام مسار شعبي واضح ومتصاعد يفرض نفسه باضطراد
ويكتسب المصداقية والحضور مطالبا بإيقاف مهرجان الفشل والعجز والتردي. ويشير الكاتب في ختام مقاله إلى أن مهمة العراقيين هي أن يقنعوا الآخرين بخطورة العبث بحرائقهم، تلك مهمة شديدة الصعوبة حقيقة، خصوصا عندما يدفع الغرور ووهم قدرة الآخر إلى بناء النظريات بدائية عن تعريف القوة والضعف، فيقررون يتحدى إرادة الشعب. دخلت مفوضية الانتخابات في العراق وهي الجهاز التنفيذي المسؤول عن عمليات الاقتراع في مواجهة مفتوحة مع مجلس القضاء الأعلى الذي يمثل أحد شقي السلطة القضائية التي تعد الأعلى في البلاد وفقا للقوانين النافذة، وذلك في محاولة لتجميد تنفيذ تشريع نيابي يسمح بعد وفرز أصوات الناخبين المشاركين في انتخابات أيار الماضي يدويا. صحيفة العرب اللندنية تقول في تقرير لها أنه لا ضمانة لأن لا ينزلق القضاة أنفسهم في من زلق إليه أعضاء المفوضية، خصوصا وأن لبعض رموز القضاء سمعة سيئة في الشارع العراقي. رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود قال إن المفوضية طلبت إصدار أمر ولائي لإيقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات، أي إيقاف عمل القضاة المنتدبين في المفوضية لحين بت المحكمة الاتحادية بدستورية ذلك القانون، مؤكداً أن المحكمة ستقوم بما يلزم من إجراءات لحسم الطعن على عجالة. ولا يسلم القضاء العراقي نفسه من انتقادات وشبهات خضوع لأجندات وحسابات سياسية سبق أو وجهت لشخص المحمود نفسه الذي يتهمه منتقدوه بالتحالف مع قادة أحزاب النافذين وتطبيق إراداتهم. ومن هذا المنظور يقول عراقيون إن اللجوء إلى القضاء بهدف إصلاح ما أفسدته مفوضية الانتخابات قد لا يكون حلاً ناجعاً، إذ لا ضمانة لئلا ينزلق القضاة أنفسهم في من زلق إليه أعضاء المفوضية وموظفوها. ويؤكد مرشحون يقولون إنهم خسروا الانتخابات بفعل عمليات تزوير، إن مفوضية الانتخابات تحاول تعطيل العد والفرز اليدوي بأي طريقة، لأن تطبيقه سيكشف التزوير الواسع الذي تعرضت له النتائج. وتكشف مصادر سياسية أن انفراجاً قريباً ربما ينتظر أزمة نتائج الانتخابات، وأن القضاء لن يكون مضطراً لعد وفرز جميع الأصوات يدوياً في حال التوصل إلى تسوية سياسية. وعلى العكس من ذلك، ترى الصحيفة أن هناك أطرافاً سياسية تتمسك برفض التسوية السياسية لأزمة الانتخابات وتطالب بمواصلة معالجتها بوسائل قانونية، وتتبع المسؤولين عن حرق مخزن الصناديق والوثائق الانتخابية في الرصافة، مشددة على ضرورة عدم تسوية جريمة حرق صناديق الاقتراع وفق صفقات سياسية كما حصل بحوادث سابقة. نحو سوريا، تختصر قاعدة حميميم هيكلية الحكم في سوريا رئيسا ومرؤوسا، وتوضح من خلال خبر مقتضب أنها صادرت كل السلطات المدنية إضافة إلى السلطة العسكرية، وهي إذ تعلن عن سلطتها القضائية والتنفيذية من نافذتها الإعلامية طبعا في سوريا، فإنها تبعث رسائل داخلية وخارجية، وهي عبر تأكيدها حقها في تطبيق القانون عند تقصير الجهات المعنية بذلك، من خلال تحذيرها النظام من التقصير في معاقبة الشبيح طلال دقاق الذي تعمد إطعام أسوده المتوحشة حصانا أصيلا تحت عين الكاميرا وتهليلاته. هذا ما أشارت إليه سميرة المسالمة بمقالها في صحيفة العربي الجديد. لا تختلف الصورة المهينة لجنود النظام المنبطحين أرضا تحت أقدام الشرطة الروسية التي اعتقلتهم بالجرم المشهود خلال نهبهم بيوت السوريين، عن خبر تحذير روسيا نظام الأسد من التقصير في معاقبة الدقاق والإعلان عن فتح القاعدة تحقيقا في الأمر.
أي أنها انتزعت صفة القاضي الأول عن رئيس النظام لتمنحها لقائد قاعدة حميميم القاضي الأول والقائد الأعلى للقوات العسكرية والشرطية في رسالة مضمونها محلي ومترجم مباشرة إلى اللغة الفارسية ليدرك معناها وأبعادها قاسم سليماني وقواته التي ينفي النظام السوري وجودها على الأرض السورية، بينما يتمسكون بسيادة قرارهم بعدم القبول بأي إملاءات خارجية لإنهاء الوجود الإيراني من سوريا، في شيزوفرينيا تصريحات متضاربة للمسؤولين السوريين تفيد تناقضاتها بحقيقة التخبط القراراتي في سوريا. تحاكي موسكو برسالتها السلطوية داخل سوريا إيران التي تمني النفس بإحكام إطباق يدها على مؤسسات الدولة جميعها بما فيها أجهزة الأمن التي تهدد روسيا بإقامة الحد الرقابي على أدائها بمحاسبة شبيحتها الذين تكاثروا داخل المجتمع السوري بحماية إيرانية أيضا. الكاتبة ترى أن صورة الأسدين اللذين التهما حصانا أصيلا في القفص تكاد تختصر صورة الواقع السوري عبر 50 عام، كما أن التلويح بعقد محكمة لإدانة المجرم وهو الدقاق هي اختصار لما يمكن أن يكون عليه الحل في سوريا تحت طائلة التأجيل أو التعجيل وفقا لما يمكن أن يسمح به الوقت لإعادة تفكيك النظام القائم وملائمته، كما يصف الكاتب مع زرع شتول الدولة الجديدة بما تحمله من انفتاح على ثورة مجتمعية جديدة ستكون أشد وجعا وأكثر قربا من سوريا السورية. يستحق لقاء سنغافورة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون صفة القمة التاريخية، لأن هذه هي المرة الأولى التي تشهد توقيع اتفاق على المستويات السياسية الأعلى بين البلدين انخرطا في حالة عداء وتوتر طيلة 70 سنة. صحيفة القدس العربية ترى في افتتاحيتها أن ما عدا هذا الاعتبار فإن التاريخ سوف ينتظر المزيد من المباحثات المعقدة قبل أن يحكم على نجاح القمة في بلوغ مساعيها والهدف الأكبر المرجو منها، أي النزع الكامل للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. من حيث المبدأ لا يأتي الاتفاق على ذكر المطلب الأمريكي الذي استبق الموافقة على عقد القمة، أي نزع الأسلحة النووية بصورة كاملة، ولا يأتي أيضا على التزام واشنطن بالمطلب الكوري حول سحب القوات الأمريكية المتواجدة في اليابان وفي كوريا الجنوبية وتعليق المناورات العسكرية المشتركة مع هذين البلدين. كذلك أكد ترامب في تصريحات أعقبت التوقيع على الاتفاق أن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ لن ترفع في المدى المنظور وتظل مشروطة باستكمال نزع السلاح النووي وتفكيك صناعة الصواريخ الباليستية. وبهذا المعنى يمكن القول إن القمة كانت انتصارا شخصيا للزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي بالنظر إلى المشكلات الكثيرة التي اكتنفت التحضيرات لانعقادها والتهديدات والشتائم التي تبادلها ترامب وكيم ومناخ المد والجزر الذي طبع أجندة المباحثات. وبين مثال ليبيا التي كان برنامجها النووي واحدا من مظاهر جنون العظمة لدى معمر القذافي، ومثال إيران التي لم يتجاوز برنامجها مرحلة التصنيع النووي بعد التخصيب، يتسم البرنامج الكوري الشمالي باكتمال مكوناته مما يسبغ على قمة سنغافورة أهمية خاصة لجهة النجاح أو الفشل معا. الصحيفة ترى أن هذه القمة تعيد تذكير بالنفاق الغربي تجاه البرنامج النووي الإسرائيلي، حيث أن دولة الاحتلال عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها ترفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما ترفض أيضا السماح للوكالة بتفتيش منشئاتها. وما دامت سياسة الكيل بمكيالين هي القاعدة لدى القوى العظمى فإن السلام العالمي سوف
يظل هدفا بعيد المنال. بعيدا كل البعد عن السياسة، أعلنت سيرف يو الشركة المتخصصة بإدارة المرافق عن طرح روبوتات التنظيف الذاتية الحركة من شركة الروبوتات الكندية المعروفة أفيت بوتس، مشيرة إلى استكمال الاختبارات المكثفة للأجهزة مع إجراء التطبيق النهائي له. وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن روبوت التنظيف يحمل اسم نيو، وهو عبارة عن روبوت مبسط لتنظيف أرضيات المباني، وتم تزويده بأحدث تقنيات الاستشعار التي تعتمد على استخدام أشعة الليزر والكاميرات ثلاثية الأبعاد مع نظام توجيه معزز بإمكانات الذكاء الاصطناعي، مصمم لسهولة الاستخدام وإنجاز عمليات آمنة، فضلاً عن متانته وقدرته على تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة. ويعتبر أفيت بوتس نيو الحل الأمثل لتنظيف المساحات المفتوحة الكبيرة، وهي مهمات يتولاها في العادة عامل نظافة من البشر باستخدام معدات يدوية، ويسهم نشر جهاز التنظيف الآلي هذا في خفض متطلبات القوى العاملة، ويتيح لموظفي التنظيف قدرة أكبر للتركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة والمتطلبات الهامشية الأعلى. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.